مرحبا، معكم رضا عازم من كامبوس أكاديمي، وفي هذا الفيديو راح نشارككم في مؤتمر المصدرين السنوي الذي يعقد في بلادي في مدينة تل أبيب. هذا المؤتمر يعقد في السنة مرتين من قبل شركة البريد المحلية، ومن خلالها تطلعنا على آخر أخبار طرق الشحن العالمية وخدمات الشحن المتاحة لنا كمصدرين في البلاد. وكما تعلمنا في فيديوهات الأكاديمية، عامل الشحن في مجال التجارة الإلكترونية مهم جدا ويلعب دور أساسي في نجاح مشروعنا، لذلك مهم جدا مواكبة جميع التجديدات التي تحصل بمجال الشحن. وإذا لاحظتم في أول الفيديو قلت راح نشارككم، هذا لأنه أنا ليس لوحدي، معي امرأتي وشريكتي بالعمل ملاء عازم. مرحبا ملاء، حابة تشاركي المشاهدين في القناة لأول ظهورك في القناة؟ طبعا رضا، أنا ملاء عازم، أول ظهور إلي على قناة اليوتيوب لأكاديمية كامبوس. أنا بكون زوجة رضا وشريكته بالعمل. بحب أنصح النساء اللي بدها تفوت بهذا المجال أو بتحب تملي وقت فراغها إنها تفوت بهذا المجال، لأنه مجال شيق والحلو فيه إنه بتقدر تعمليه وتشتغليه بالدار بأي وقت مناسب لإلك. فتت بهاي المجال قبل 3 سنين، واليوم أنا بدير عدة حسابات بمواقع الأمازون والإيباي، وتقدمت ونجحت فيه. بحب أنصحك إنك تفوتن وتغامرن بهاي المجال وتجربنه. إن شاء الله بتشوفين فيديوهات جديدة على قناة اليوتيوب. شكرا لكم. شكرا شكرا ملاء. خلينا نروح على المؤتمر ونشوف كيف بده يمر هذا اليوم.
يومنا بالمؤتمر السنوي للبريد، استفدنا كثير، بكان مواضيع كثير شيقة وحلوة، تعرفنا على ناس جداد اللي بيشتغلوا بمجالات موسعة. وبآخر الحفل وبآخر المؤتمر نلنا هدية كثير حلوة، اللي هي شنط، هي عبارة عن شنط لشنطة السفر اللي بتخليش شنطة السفر تبقى مبعثرة وترتب أغراضك قبل ما وانت مسافر، وتبقى مرتب الشنطة. بتمنى انكم تتابعونا على قناتنا على اليوتيوب، ما تنسوش تكبسوا على سبسكرايب عشان توصلكم فيديوهات جديدة وتحضروا مؤتمراتنا الجاي القادمة عشان احنا نستفاد وانتم تستفيدوا. شكرا لكم.